من الأقوال الجميلة للبابا شنودة الثالث يقول: إذا أردت أن تحتفظ بتواضعك احتفظ بتلمذتك، وإذا شعرت داخل نفسك أنك فوق مستوى التلمذة اعرف أنك بدأت أن تسقط في الكبرياء. الإنسان اللي مش هيعرف يعيش تلميذ في حياته هو إنسان متكبر، إنسان ذاته منتفخة، مهما يقول لك بقى ومهما يحكي لك ومهما بقى يقعد يقف ويقول لك عظات ويمسك مايكات ويبقى كلامه رنان والكلام ده كله، الإنسان اللي ما يشعرش داخل نفسه إن هو محتاج يتعلم، محتاج يتلمذ، ابعد عنه، لأن هو دخله ده الكبرياء. كبرياء. دايما نعيش تلاميذه. حتى بمناسبة إن احنا بنقول قول من أقوال بابا شنودة، بيسألوه مرة يقولوا له: أنت البابا المعلم؟ قال لهم: أنا البابا التلميذ. الإنسان يفضل يتعلم طول حياته، ومهما كان بيعلم ومهما كان كبير ومهما كان لاسم يظل تلميذ. أنا ده بس حبيت أبتدي بهذه الكلمات بداية يوم جديد. أهلا وسهلا بيكم. أول فقرة معانا باكرا يا رب تسمع صوت. اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بيشرفني، الأستاذ نجيب مرتجي الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا إبراهام بفيصل بالهرم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك نورنا. وكل الأخوة الزملاء منورة بيك. نبتدي مع حضرتك النهاردة آية جميلة في متى 11 ونرجع لحضراتكم تاني. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. كلام جميل قيل في رسائل يعني إنجيل معلمنا متى إصحاح 11 آية 29 نتأمل فيها النهاردة مع حضراتكم. أستاذ نجيب، في البداية لو تكلمنا عن القديس متى ومكانته في الكنيسة. القديس متى الرسول هو أحد الأناجيل الأربعة طبعا، وهو الإنجيل الأول، وكان اسمه لاوي قبل ما يدعى للخدمة. السيد المسيح في طريقه لأداء خدمته دعا بعض تلاميذه وهو ماشي. نلقى في إصحاح 9 قبل إصحاح 11 ده إن المسيح لقي لاوي جالس عند مكان الجباية بيجمع العشور، قال له اتبعني. قال له كلمة واحدة بس، كلمة واحدة قلبت حياة القديس متى أو لاوي 180 درجة، من متى، من لاوي، من عشار إلى جامع الضرائب إلى قديس عظيم يعتبر أول الأناجيل الأربعة. كان عمل القديس متى قبل ما يكون قبل إيمانه بالسيد المسيح كان جامع ضرائب، كان مكانه إن هو يقعد كده زي مأمور جمرك ترانزيت، كان بيستنى البضايع اللي بتيجي من سوريا عن طريق كفر نحوم ويقعد يعمل لها حصر، لأن كانت البضاعة دي بتتصدر بعد كده إلى سوريا وتتصدر لروما وتتصدر لمصر. فكان هو يعني تقريبا زي مأمور جمرك ترانزيت عليه قدر الضرائب دي. وزي ما احنا عارفين إن دايما اللاوي أو جامع الضرائب عند اليهود كان منبوذ من اليهود لأنه كان يعمل حساب الدولة الرومانية طبعا. لكن السيد المسيح له كل المجد بحبه وبحنانه وبرؤيته المستقبلية إن ده يطلع مين، قال له اتبعني. قال له كلمة واحدة. والحقيقة في دعوة القديس متى عجب إن واحد سمع كلمة مفيش غيرها، ما ترددش وما تحججش وما قالش إن أنا مش فاضي وما قالش إن أنا معذور وما قالش إن أنا ظروفي ما تسمحش، قام ترك كل شيء وتبع السيد المسيح. قديس متى معناه عطية الله. هو كتب إنجيله باللغة العبرية وفي نفس الوقت هو ترجمه من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية. طيب. يقول التاريخ إن القديس متى كرس في أثيوبيا، وهو راح أثيوبيا لأن أثيوبيا كان فيها جالية كبيرة، احنا عارفين إن في جالية اسمها يهود الفلاشة في أثيوبيا طبعا، منهم الوزير وزير كنداك الخصي الحبشي اللي طلع من أثيوبيا راح فلسطين راح أورشليم عشان يقدم العبادة في الفصح اليهودي، وهو راجع الروح القدس أشار على القديس فيلبس قال ورافق هذه المركبة لأن فيها نفسي ليا. فالقديس فيلبس ركب مع وزير كنداكا وقال له الإيمان، قال له بتقرأ إيه، كان بيعرف سفر أشعياء، المهم علمه إزاي ده بيتكلم عن مين وإيه، قال له تقبل المعمودية، قال له أفع إيه عمده في طريقه هو راجع لأثيوبيا. القديس متى
في بعض أقاويل، واحد يقول إن هو مات موتة طبيعية، ولكن بعض المؤرخين يؤكد إنه استشهد. القديس الفيلسوف ماير الألماني يقول إنه استشهد في 21/11، لكن كنيستنا بتعيد بعيد استشهاد القديس متى في 12 بابا من كل عام. تمام، باركته معانا. وانا يعني جميل ان حضرتك استفدتنا كده في البدايه نتكلم عن القديس الرسول العظيم متى. وابتدي مع حضرتك في الايه الجميله المكتوبه في انجيل متى، يقول احملوا نير عليكم وتعلموا مني. لعل حد يسال حضرتك يعني ايه نيري وكيف احمله؟ الكتاب بيقول لنا احملوا نيري عليكم، كيف احمل النير وما هو النير؟ النير، النير بالمعنى البلد اللي كلنا نعرفه صعيده وفلاحين، ده عباره عن خشبه بتبقى على عنق لمؤاخذه البقر اللي بتحرد في الغيط، وده بيكون حملها تقيل. فالنير ليس هو معناه الحمل المادي، ولكن الحمل المعنوي والحمل الروحي. المسيح عايز يقول لنا يعني العقيده والطقس والايمان، كل الحاجات دي المفروض الإنسان يحملها في قلبه، مش الشكل الظاهري هو الهدف، لكن الشكل الجوهري. يعني قديس زي القديس أثناسيوس يتنفي 5 مرات من أجل الإيمان، قديس زي القديس دوسكورس يتنفي، وفي النفي هناك يتقابل اضطهادات وضيقات لدرجة إن هم ينتفوا شعر لحيته، الجندي يضربه يكسر له أسنانه، يجمع كل الحاجات دي ويحطها في مظروف ويبعتها لتلميذه في مصر ويقول له هذا هو ثمرة إيماني. ده حمل النير. في نفس الوقت مش إحنا هنقدر نحمل النير. ما كانش المسيح اللي إحنا بنقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، ما كانش المسيح هو اللي هيحملنا بحملنا. هقولها تاني، المسيح هيحملنا بحملنا، يعني مش إحنا اللي شايلين الحمل، إحنا والحمل المسيح شايله. صحيح. هو اللي يقدر يمشي بينا، هو اللي يعني نقدر بينا. نقدر نقول ان النير هو المسؤولية او هي الخدمة الملقاة علينا. النير ممكن يكون هو كلمة ربنا اللي المفروض نكون شايلينها باستمرار، ممكن تكون تقيلة شوية، ممكن تكون صعبة، ممكن تكون بنشوفها او الناس بتشوفها ان هي صعبة جدا، لكن حملها يعطينا بركات عند ربنا. يعني ممكن نقول كده، هو تنفيذ الوصية صعب جدا إذا اتكلت على ذاتي وعلى نفسي. صحيح. لكن إذا أنا رميت كل حاجة على المسيح، ما قال احملوا نيري عليكم. أيه. حملي ثقيل، حملي هين وخفيف. لو أنا حسيت أن أنا هقدر أقوم بالموضوع ده مش هقدر، لو أنا حسيت أن أنا هقدر أنفذ الموضوع ده من نفسي مش هقدر، لكن أنا أسيب كل حاجة في إيد ربنا وهو عليه يتولى. صحيح. هو قال كده تعالوا إلي، من غيره مش هنقدر نعمل حاجة. صحيح. بك نستطيع أن نفعل كل شيء، بك نحيا ونتحرك ونوجد، لأن هو إلهنا. صحيح. هو اللي حامينا، هو اللي بيوجهنا، هو اللي بيقود السفينة، هو اللي يرسيها على بر الأمان. صحيح. بدونه السفينة يتلاعب بها الريح وتتلاعب بها أمواج البحار. وفي كل ضيقة، في كل ألم، في كل مشكلة، زي ما حضرتك قلت، مش إحنا اللي بنبقى شايلين الضيقة أو الألم أو المشكلة، ده الله هو شايلنا بدقتنا وبألمنا وبكل شيء. يقول وتعلموا مني. أنا برضو قبل ما أكمل أي حابب أقف عند هذه الكلمة العظيمة، تعلموا مني. إزاي نتعلم من ربنا؟ إزاي كلمة ربنا وإحنا بنقراها ما تبقاش هي مجرد يعني اقرا الاصحاح ولا حاجه يقول لك عشان اخد بركه، لكن انا عايز اعرف ازاي نتعلم، ازاي نتلمذ على كلمه ربنا. حضرتك بدات في البدايه بالتلمذه وقلت قول قداسه البابا شنوده، اي انسان يخرج بره بند التلمذه يضيع. لان التلمذه هي انسحاق، التلمذه هي حب، التلمذه هي تضحيه، التلمذه هو أن تشرب من الينبوع الحي من سيد المسيح نفسه. في مثل بلدي مش عايز أقوله، الإنسان طول عمره يتعلم لغاية ما يموت، يفضل يتعلم، يتعلم ما هو جديد مش ما هو مر أو فات، يتعلم الجديد على طول، ويتعلم ما هو يؤدي إلى ملكوت السماوات. ما ياما علوم كثيرة يقول عنها الحكيم سليمان أن من يزداد علما يزداد غما. اللي بيزداد علم في علوم الحياة ويزداد علم في العلوم اللي الدنيوية، يبص العلم بيقوله ده ما ينفعش وده ما يمشيش وهيحصل كذا وهيحصل كذا والدنيا هتخرب والدنيا بايظة، العلم بيقول كده. لكن ربنا ما عندوش الكلام ده. قداسة البابا شنودة في مرة في رحلاته في أمريكا
احنا عارفين ان امريكا كل حاجه فيها على الهوا في التلفزيون بتاعها، فكان في اعصار مدمر واخد كل شواطئ كاليفورنيا ورايح على لوس انجلوس، يعني انا ما عنديش فكره بالجغرافيا بالظبط. فقالوا له بلاش الرحله دي انك تروحها لان الاعصار طريقه الى هذه الرحله. فالطيران بيغير اتجاهاته، بدل ما يروح المطار الفلاني لا يغير اتجاهه عشان ما يكونش في مسار الاعصار. قال لهم الاعصار ده في مخكم انتوا مش عندنا، احنا هنروح لحريتنا وهنمشي في طريقنا وربنا هو يختار. ولا عجب ان الشاشه في الطياره جابت صوره مباشره ان الاعصار غير اتجاهه، بدل ما يروح ناحيه لوس انجلوس غير اتجاهه وراح حته ثانيه. حضرتك عاوز تقول لي ان فكره التعامل بالورقه والقلم مع الله مش هي دي يعني افضل شيء، ان الله ان انا بعمل اللي عليا او بعمل المطلوب مني او بتبع الوصيه والله بامكانياته خارج نطاق العقل والمنطق والورقه والقلم. الله روح بسيط، والذين يعبدونه بالحق هم الذين يثمرون ويفوزون. ربنا مش بتاع اسف في التعبير يعني كلاكيع وانشا، وزي ما حضرتك برد بدات الحكايه مش عمليه وعظ وعمليه كلام وعمليه امور منمقه وشعر، لا الله يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق. عشان كده ربنا عايز الانسان الهادي المتواضع. قال كده القديس مار افرام السورياني ان التواضع هو بيت الله متى وجده سكن فيه. عشان كده من ادم لغايه العذراء حاجه عجيبه جدا 2000 3000 4000 سنه مثلا ربنا ما شافش واحده تستحق ان يولد منها. صحيح. لغايه ما شاف هذا الاناء المختار العذراء بكل جمالها بكل حلاوتها بكل تواضعها بكل مشاعرها انها كانت انسانه متدعه جدا، ازاي بتصوم وازاي ما بتاكلش وازاي بتودي الاكل للناس الغلابه والملاك كان يجي يجيب لها الاكل. لما ربنا شاف كده يقول زي ما بيقول معلمنا بولس في رسالة أفسس وفي ملء الزمان أرسل الله ابنه، لما شاف دي الإناء المختار ربنا أتى وتجسد منها. طب ليه؟ لأنها ينبوع أو هي بيت التواضع للينبوع الحي أن يحل فيها ويسكن فيها. إذن التواضع هو الزينة الحقيقية للإنسان المؤمن، وده خلينا نسأل حضرتك بيقول لأني وديع ومتواضع القلب، إزاي إحنا كمان نمتلك الوداعة ونمتلك تواضع القلب بالحقيقة مش بالكلام ومش بالوعظ زي ما كنت في وداعة السيد المسيح أمثلة كثيرة جدا. يعني مين يقبل أن يتقابل مع إنسانة سيرتها مش كويسة؟ ده يروح لها لغاية هناك ويسألها وتقول له كلام، لو إحنا لا يا عم اقفل إحنا مش ناقصين، إيه ده هو أنا برضو بتكلم مع إنسانة فيها كل الأمور دي، لا 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 سيبك منها. المسيح ما عملش كده، لو كل المجد بكل الحب بكل التواضع قدر يطلع اللي جواها يقولها حسنا قلتي. وإحنا شاطرين في الإدانة، يعني التسرع في الإدانة ده مش كويس. عشان كده سيد المسيح بيدينا أحلى نماذج وأروع نماذج في التواضع. يروح بيت سمعان الفريسي، ده معروف إنسان ومعروف فضوه إيه، لا يروح عشان يديله درس من المرأة الخاطئة اللي هتخش بعد كده. إزاي هي أول ما دخلت ما بطلتش بكى وما بطلتش تقبيل في قدميه وكانت بتبل قدميه بدمعها وتمسحهما، وصلت لأقصى درجات الانحناء لأن الست تاجها شعرها. صحيح. وكانت تمسح قدميه بشعرها وانسحقت جدا، وصلت لغاية التراب لغاية الأرض عشان تقبل قدمي المسيح. في تواضع السيد المسيح حتى في صلبه، ودي حاجة عجيبة جدا ان في صلبه ملك يتصلب بل السن بتاع ايه؟ طب ما تجيب ناس اكابر كويسين كده، واحد على شمالك وواحد على يمينك تتصلب منهم تتصلب معاهم، لكن لا ده لكي يتم المكتوب انه يصلب بل السن. في تواضعه انسحق لأقصى درجات الانسحاق، يروح يدور على المحتاج ويدور على اللي عايز ويدور على اللي لازمه حاجه ويدور على عيان ويشفيه ويشفي الانسان عن طريق ارادته. اتريد يعني ربنا عايز يطلع اراده الانسان التي تتفق مع اراده الله. العلامات اللي نقدر نقول فيها ان هذا الشخص هو انسان متواضع، ايه هي العلامات المميزه للانسان المتواضع؟ الإنسان المتواضع محبوب. أول صفة إن تلقى الناس كلها تتلم حواليه. نمرة واحد يكون خادم للجميع، ما يتأخرش أبدا عن خدمة أي حد، وياما ناس حلوة قوي
الآية بتقول من يستطيع أن يفعل حسنا ولا يفعل فتلك خطية. في خادم كده بالإشارة كده بمجرد ما يشوف حضرتك عايز خدمة تلقى أي واحد، زي ما قداسة البابا بيقول في عظاته خدمة في الطريق. ده انت ممكن في السكة تأدي خدمة لحد محتاج خدمة، صحيح. ممكن تأدي عمل تفك مشكلة، ممكن تفك اشتباك مروري، ممكن تفك خناقة، ممكن تتدخل كده وتبقى إنسان صانع سلام، لأنه طوبى لصانعي سلام لأنهم أبناء الله. المتواضع لا يقبل مديح من أحد. الله ينور عليك، ده انت النهاردة كنت 10 على 10. يا عم 10 على 10 ايه وبتاع ايه؟ ده ربنا هو اللي بيدي، وانا اعرف اتكلم، ربنا هو اللي بيبعت. وينسب الفضل لربنا، لان الروح القدس هو يعطي كلام عند افتتاح الفم. صحيح. هو الانسان ما هو الا اداه وسيله في يد ربنا يستخدمه زي ما هو عايز. المتواضع يعيش حاله انكار ذات. يعني استاذ اسحاق يعمل حاجه حلوه ولا انا ما عملتهاش، عملها فلان ويكون هو اللي عملها. سين من الناس يعمل حاجه حلوه ولا انا ما عملش، عملها فلان. مش دي مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة؟ هو التواضع هنا دي سمة من سمات الإنسان الحلو. المتواضع يعيش حياة التسليم. ما يتزمرش، ما يقعدش يتقفف. ليه يا رب عملت كده؟ وأنا عملت معاك إيه؟ طب ما أنا بخدمك، ما أنا بروح، ما أنا باجي، ما أنا بعمل. أبسط مثل بسيط قصة طوبيت اللي كان ياخد الموتى ويروح يدفنهم ويدور على الغلابة ويتصرف كل أموال عليهم، وفي الآخر وهو قاعد تحت حيطة تنزل عليه حاجة تعمي عينيه. ممكن واحد تاني يقول يا رب بقى يعني أنا بعمل بخدمك وانت بتعمل معايا كده، خلاص باي باي، ما فيش علاقة بيننا. لكن ما عملش كده أبدا. واحد زي العظيم في الصديقين أيوب، بعد كل الروائع اللي بيعملها، بعد الذبائح اللي بيقدمها بالسبع ذبائح عن ولاده وعن كل الأمور، لغاية ما قاعد يتكلم مع ربنا يقول له أنت تعلم أني إنسان بار وكامل، أب أنا للأرامل والأيتام. أنت يعني عايز يقول له أنا ما عملتش حاجة وحشة، ودي كانت مشكلة أيوب اللي وقعته في كان التجربة. كان عنده بر ذاتي. البر الذاتي آسف في التعبير البلدي يخرب الدنيا. صحيح. الانسان اللي عارف عن نفسه كويس، الواحد يشعر في نفسه ان هو كويس، انا كويس، انا زي الفل، ده ما عنديش حاجه. انا اروح الكنيسه اعمل ايه؟ لو يقول لك انا اعترف ليه، انا زي الفل، هروح اقول لابونا ايه يعني؟ ابونا ده مش انسان زي زيه؟ لا لا، يقول لك هو انا لا بسرق ولا بزني، وكان الخطيه فقط تحت يعني هي السرقه والقتل والزنا، يعني اللي هي الخطايا الكبيره. لا طبعا يعني. كلام حضرتك مظبوط. ده البعد عن بيت ربنا في حد ذاته خطيه. صحيح. انك ما تكلمش ربنا دي خطيه. هتكلم مين؟ مين تحبه تتكلم معاه اكتر من ربنا؟ واحد من القديسين قال كده، قول لي بتكلم ربنا قد ايه، اقول لك انت بتحبه قد ايه. صحيح. انت بتركع في ما في في اعتقد ابونا بشوي كامل كان ينصح الخدام اذا كان عندك كلمه مدتها ساعه لازم تصلي قصادها قبليها ساعه، يعني عشان يقدر الكلمه توصل. يعني برضو من الحاجات اللي الواحد بيقعد يقراها فكرة ان الانسان المتواضع لازم يكون انسان بشوش، انسان مفرح في حياته. فزي الانسان دايما يحرص دايما ان يكون انسان بشوش وانسان مفرح. البعض يفتكر دايما ان الحياة الروحية انسان يبقى مكشر كده، يقول لك اصله بتاع ربنا ما يسمعش نكت وما يهزرش وما يعملش وبتاع. لا، دي ليها غرض ان الانسان ما يكونش مستهتر. اي يعني من سمات المتواضع انه ما يكونش مستهتر. يكون حريص على مواعيده، يكون اسف محترم في مواعيده وفي معاملاته ايا كانت الظروف. الانسان المتكبر ما تفرقش معاه، يروح ما يروحش، يكلم ما يكلمش، يخدم ما يخدمش، ولا انا اعمل، انا اعمل على قد. لا حبيبي، مش انت اللي بتعمل، مش انت اللي بتأدي الخدمة، ده ربنا بيستخدمك. صحيح. انك تقدم هذه الخدمة، وربنا بيستخدمك انك تتعامل في الخدمة دي. تمام. انا بس انا خايف الوقت يسرقني وما الحقش اكمل. يقول فتجدوا راحة لنفوسكم، فتجدوا راحة لنفوسكم. اعتقد ان يعني اقصى طموح اي حد ان هو يجد راحة في نفسه. ما اكثر التعب النفسي وما اكثر الناس المجروحة والمتضايقة واللي عندها مشاكل كتير جدا في حياتها. يقول لك يعني انا كنت فاكر لما هشتري حاجة هبقى فرحان بيها وقعدت يومين ثلاثة زي الفل، وبعد كده لا مش مرتاح وحاسس ان انا مخنوق ومتضايق. كيف نجد راحة لنفوسنا؟ الناس بتفكر السعادة في المال. ابدا. ياما ناس بسيطه هاديه جدا، حياتها ماشيه، ما فيش مشاكل، راضي باللي معاه، لان التقوى مع القناعه تجاره عظيمه. ايوه. الناس مفكره ان لما انا كل طلبات الجسديه اللي انا عايزها تتنفذ ابقى سعيد. مين قال كده؟
ما ياما المال سبب تعاسة. ده الحاجة الوحيدة اللي ربنا شبهها بنفسه، قال لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين الله والمال. السعادة وراحة البال تيجي في السلام النفسي. السلام النفسي ده يجي من فين؟ من أروع عبارات القداس اللي تعيش فيها أستاذ إسحاق لما أبونا بيصلي ويقول املأ قلوبنا فرحاً ونعيماً. مش املأ قلوبنا دينارات ودنانيرا ويورو، لا، ما ده موجود، ده موجود يعمل ايه مع حال الدنيا. انا كنت اعرف قصة بسرعة كده عن واحد معاه ملايين من 40 سنة، وكان عنده مرض، ولما اكتشف في ايامنا دي كان فيروس سي، وطلعوه على الجوب بره وكل حاجة، وفي الاخر تنيح، عملت له ايه فلوس ولا حاجة. السعادة ليست في المال، السعادة في العشرة مع ربنا. صحيح. طول ما انت ليك علاقة مع ربنا يديك سلام، يديك طمأنينة، يديك حب، يديك إيمان، يديك راحة أبدية، يديك صوت حلو يقول لك تعالوا إلي مبارك أبدي رسل ملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. صحيح. هو ده اللي احنا الهدف من الحياة كلها، الوجود في حضرة الله والقرب من ربنا، هي دي الراحة الحقيقية. تمام. ترنيمة تقول رب يا واحة وراحة لكل التعبانين. يعني مش قال لمريم ومرسى آخر جملة الحاجة إلى واحد، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، الحاجة إلى واحد هو رب المجد يسوع المسيح له كل المجد. شكرا جدا يا أستاذ نجيب على الوجبة الروحية الجميلة دي. أستاذ نجيب مرتجي الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا إبراهام بفيصل، نورتنا. شكرا لحضرتك وكل الزملاء، وكل سنة حضرتك فيك. شكرا. ولسه معاكم مشاهدينا، ولسه معانا فقرات أخرى في صباح النور بعد الفاصل.